السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وصفات الجمال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مجموعه من الوصفات الطبيعيه للعنايه بالبشره، وصفات لبشره نضره مشرقه وخاليه من العيوب، وصفات بمكونات عندك ديما في الدار. كما كنقول ديما، ما كاين ما احسن الطبيعي خالي من المواد الضاره. نخليكم مع الفيديو، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي وعجبكم المحتوى ديالي، ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم ثلاثه ديال الوصف. بالنسبه للوصفه الاولى، عباره عن مقشر ازاله الخلايا الميته وتجديد البشره. وبالنسبه للوصفات الثانيين، عباره عن ماسكات لتفتيح وتنعيم ونضارة البشرة وإزالة التجاعيد. خليكم على الوصفات، نتمنى إن شاء الله ينالوا إعجابكم. وصفات جد رائعة وفعالة 100%، نتمنى إن شاء الله تجربوهم. بالنسبة للمقشر، غنحتاجو ثلاثة ديال المكونات كما كتشوفوا معايا. غنحتاجو فخوماج، الجبن الأبيض، غنحتاجو القهوة أو البن، وغنحتاجو صفار ديال البيض. خليكم معايا نحضروا الوصفة. في واحد الإناء كندير أصفار بيضة، غني بالبروتينات، كيشد البشرة، كيعطيها النضارة والإشراقة. كنضيف الجبن وبيان فخوماج، كيبيض البشرة وكيعطيها النضارة واللمعان. كنمسجو مزيان مع البيض، مقشر جد رائع، كيحيد كاع الخلايا الميتة والشوائب، وكيعطي لنا النضارة والإشراقة، كيبيض البشرة وكيوحد اللون. هذا المقشر كيصلح جميع أنواع ديال البشرة. كان معك مزيان حتى يولي ليا الخليط كريمي. ما كاين ما احسن الوصفات الطبيعيه خاليه من المواد الضاره. من بعد ما مسجت مزيان الصفار ديال البيض مع الفخوماج، كنضيف ملعقه صغيره ديال القهوه. كما معروف القهوه زوينه بزاف للبشره، غنيه بمضادات الاكسده، هي اللي غتساعدنا في عملية التقشير البنات. كنمزج مزيان المكونات، فوالا البنات المقشر ديالي واجد. كنديرو على البشرة ديالنا وكنخليه واحد المدة ديال 5 دقائق. أبخي كنقومو بحركات دائرية باش نحيدو كاع الخلايا الميتة والشوائب ولي بوانواغ البنات. كما كتشوفو معايا وصفة جد رائعة وفعالة وكتصلح لجميع أنواع ديال البشرة. نتمنى إن شاء الله تجربو هاد المقشر. ودابا غنخليكم مع الماسكات. بالنسبة للماسك الأول، عبارة عن ماسك لتفتيح وتنعيم ونضارة البشرة. غنحتاجو 4 ديال المكونات كما كتشوفو معايا. غنحتاجو بودرة الحليب أو الحليب المجفف، غنحتاجو كذلك الزبادي أو دانو مسوس أو الروب، غنحتاجو كذلك الدقيق ديال الرز. بالنسبة للرز، شديتو وطحنتو مزيان مزيان وغربلتو كما كتشوفو معايا. غنحتاجو العسل. دابا ندوز نحضر معاكم الوصفه، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. في واحد الاناء كندير 2 معالق صغار ديال دقيق الرز،
كنضيف لهم ملعقة صغيرة للحليب المجفف أو بودرة الحليب، كنمزجهم مزيان. كما معروف الرز زوين بزاف البشرة، كينظفها وكيبيضها. كنمزج مزيان الرز مع حليب البودرة، كنضيف ملعقة صغيرة ديال الزبادي أو دونو مسوس، كيبيض البشرة وكيفتحها وكينعمها. بالنسبة للزبادي، عندكم ميزانكم البنات يجمع لينا الخليط. كنستمر بالمزج. كنضيف شويه ديال العسل، كيشد البشره كيوحد اللون. هاد الماسك كينعم البشره كيوحد اللون. كيصلح لجميع انواع ديال البشره. فوالا البنات، الماسك ديالي واجد، كيجي على هاد القوام بحال شي كريم. فوالا البنات، الماسك ديالي واجد، كيجي بحال شي كريم. من بعد ما نكونوا قومينا الوجه ديالنا بالمقشر اللي وجدنا، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. كنديروا الماسك على وجهنا وبدون ما نسوي العنق كذلك، وكنخليه واحد المده ديال 15 دقيقه، وكنغسلوا الوجه ديالنا بالماء وجدنا توايون. وضروري البنات ما تسدوا المسامات بالطونر او بيان بمكعبات الثلج. ودابا غندوز نحضر معكم الماسك الثاني، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. بالنسبه للماسك الثاني اللي غنوجد معكم لشد البشره وازاله التجاعيد، ماسك اكثر من رائع، خصوصا في زريعه الكتان. كما معروف زريعه الكتان زوينه بزاف للبشره ديالنا، كتشد الوجه وغنيه بزاف بالفوائد. غنحتاجوا لهاد الوصفة موزة وبيان البنان، زريعة الكتان أو بذور الكتان. طحنتها مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا، حتى طلقات الزيوت ديالها. غنحتاجوا دانو مسوس أو الزبادي أو الروب. غنحتاجوا كذلك العسل. خليكم معايا نوجدوا الوصفة. في واحد الإناء كناخذ نصف حبة من الموز، كنمعكها مزيان. بالنسبة للموز، غني بزاف بالفيتامينات والمعادن، كيرطب البشرة كينعمها كيشد أيضا البشرة. فوالا البنات، من بعد ما معكت مزيان البنان ولا ليا بحال شي كريم، كنضيف ملعقة صغيرة ديال بذور الكتان أو زريعة الكتان اللي طحنتها مزيان مزيان، غنية بالكولاجين زوينة بزاف للبشرة. كنمزجها مع البنان. كنضيف ملعقة صغيرة ديال دانو مسوس أو الروب أو الزبادي. هاد الوصفة كتشد البشرة كتزيد التجاعيد وكتعطي لينا الكولاجين. كنضيف شوية ديال العسل. هاد الماسك خطير خطير البنات، ضروري ما تجربوه بحال دايرين بوتوكس.
كيشد البشره وكيزول التجاعيد. ولا البنات الماسك ديالي واجد، كنديرو على البشره ديالنا وكنخليه واحد المده ديال 15 دقيقه. ابخي كنغسلو الوجه ديالنا بالماء والجي نيتوايو. ضروري ما تسدو المسامات بماء ورد وبيان مكعبات الحليب وبيان مكعبات ديال الثلج. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات ينالوا اعجابكم. نتمنى ان شاء الله وصفات اليوم ينالوا اعجابكم. جربوهم البنات، وصفات جد رائعين وفعالين. ولا عجبتكم وصفات اليوم ما تنسونيش من لايكات ديالكم وتدعموني وتبارطاجيو قناتي باش تزيد تكبر عائلتنا ان شاء الله. الا كنتي او كنتو اول مره كتشوفوا قناتي وعجبكم المحتوى ديالي ما تنسوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وميعادنا ان شاء الله في الفيديو الجاي وفي وصفات جديده. السلام عليكم، في امان الله.